السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. درسنا لهذا اليوم للصف الرابع الابتدائي في مادة الرياضيات بعنوان تقدير المجموع والفرق. لدينا هنا زميلكم يحتاج مساعدة، ذهب إلى السوق ليشتري مجموعة من الخضار والفواكه بأسعار مختلفة، ولكن كان من الصعب أن يحسب كم يدفع للبائع. هل تستطيعون مساعدته لذلك؟ فكروا قليلا، فكروا ما الطرق السابقة التي يمكن استخدامها. هنا زميلتكم اقترحت تقدير أسعار الفواكه والخضروات ليسهل عليه معرفة كم سيدفع. هل فكرتم في التقدير؟ هل فكرتم في التقدير استخدامه لإيجاد المبلغ التقريبي؟ انتبه للمصطلحات والمفاهيم، تقريبا وتقدير، تقريبا وتقدير. إذن سنتعلم في درسنا اليوم تقدير المجموع والفرق بالرجوع للدرس السابق وهو الدرس السادس، وهو تقريب الأعداد، ليسهل عليك فهم هذا الدرس. تحتاجه لتسهيل عملية فهم هذا الدرس وهو تقدير المجموع والفرق. فلنبدأ بمثال من واقع حياتنا. تقدير مجموع الفرق والفرق دائما نستخدمه في حياتنا، ولكن الآن من اليوم ستتمكن من إيجاد المجموع والفرق بجميع مفاهيمه الرياضية. نقرأ قليلا ونتأمل في هذا المثال من واقع حياتنا. تدخر ليلى من مصروفها لشراء خاتم وساعة، فكم دينارا تقريبا تحتاج إليها ليلى لشرائها معا؟ تريد شراء الخاتم وشراء الساعة معا، وهذه هي أسعار الخاتم والساعة، 119 دينارا للساعة و 67 دينارا للخاتم. عندما ترد كلمة تقريبا مشار إليها باللون الأحمر هنا، إذن ركز انتبه، كلمة تقريبا في المسألة، إذن المطلوب عليك عزيزي الطالب هو تقدير الإجابة، تقدير الإجابة وليست الإجابة الدقيقة. لا نريد هنا الإجابة الدقيقة، ولكن تقدير الإجابة تقريبا. سنقرب الأسعار هنا لأقرب عشرة. لماذا لأقرب عشرة؟ فكر قليلا، لماذا لأقرب عشرة؟ العدد هنا في العشرات وهنا في المئات، فالأفضل اختيار درجة التقريب الأصغر. سنقرب الأعداد لأقرب عشرة، إذن الأعداد التي سنقربها ستظهر من مضاعفات العشرة. إذا كان العدد من مضاعفات العشرة، فماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع أن تكون آحاده؟ ها فكر قليلا، ماذا تتوقع أن تكون آحاده؟ نعم أحسنت، ممتاز، آحاده صفر حتى يصبح من مضاعفات العشرة. إذن قرب الآن سعر الساعة، درسنا في الدرس السابق درس التقريب لأقرب عشرة، إذن العشرات هو الرقم واحد. انظر للعدد الذي يسبقه، العدد الذي يسبقه تسعة. هل التسعة أكبر من الخمسة؟ نعم التسعة أكبر من الخمسة، إذن العدد 19 يقرب إلى العشرين. فإذا في العدد 119 يقرب إلى 120، إذا سعر الساعة تقريبا 120. فلنقرب الآن سعر الخاتم بمثل الخطوات. سعر الخاتم 67 تقريبا لأقرب عشرة، هنا الرقم 6 هو في منزلة العشرات، العدد السابق 7 أيضا أكبر من الخمسة، أيضا 7 أكبر من الخمسة، إذن 67 يقرب إلى 70. إذن لإيجاد المجموع لديك حقائق سابقة
استخدمتها في الحساب الذهني، وهي أن 2 زائد 7 بتساوي 9، إذن 20 زائد 70 بيساوي 90، إذن 120 زائد 70 بيعطيني 190 ديناراً. إذن تحتاج ليلى إلى 190 ديناراً تقريباً، وليست الإجابة الدقيقة. لننتقل إلى مثال آخر. هنا عزيز الطالب مثال آخر، قدر الإجابة بتقريب الأعداد إلى أقرب قيمة منزلية معطاة. إذن انتبه للقيمة المنزلية المعطاة في المثال. هنا مثالان، هنا لأقرب 100 وهنا لأقرب 1000. فلنبدأ بالمثال الأول، العددان في منزلة المئات، إذن سنقرب العددين لأقرب 100. لأقرب 100 إذن العددين من مضاعفات المئة، كم ستكون الآحاد والعشرات إذن في التقريب؟ نعم أحسنت، العشرات والآحاد صفر. فلنقرب الآن، يا خذ ثواني لتقريب هاي العددان وتأكد من إجابتك. هيا نرجع إلى درس التقريب، 8 أكبر من 5 إذن ستعطي 3، فاصبح 483 أقرب إلى 400. 122 الاثنان أصغر من 5، فإذا لن تغير من العدد فسيبقى 100. والآن اجمع بالحساب الذهني، باستعمال الحساب الذهني، 4 زائد 1 يساوي 5، إذا 400 زائد 100 بيساوي 500. نرجع إلى المثال الثاني، هنا لأقرب 1000، إذا سنقرب العددين لأقرب 1000، إذا العددين من مضاعفات الألف، آحاد، عشرات، مئات، كم ستكون؟ نعم يا أبطالي، 1000 تقريب العددين من مضاعفات الألف، إذا الآحاد والعشرات والمئات أصفار، لا تنسى هذه القاعدة. إذن منزلة الألف العدد الرقم 7، إذن 47 ألفا، وهنا الصفر في منزلة الألف، إذن 4 أصغر من 5، إذن 20 ألفا. فبالحساب الذهني أيضا باستخدام الحساب الذهني، 47 ناقص 20 27، إذن 47 ألفا ناقص 20 ألفا يساوي 27 ألفا. والآن عزيزي الطالب لديك تدريب الدرس، لديك 4 دقائق لتتمكن من أداء التمرينين. ركز، استرجع المعلومات لتتمكن من الإجابة.
والآن عزيز الطالب، هل تمكنت من الإجابة؟ فلتتأكد من إجابتك. 312 زائد 27 ونقرب لأقرب 10. إذن 312 تقرب إلى 310. تأكد من إجابتك. إذا كانت 310 فأنت جدا رائع. 27 تقرب إلى 30، وبالجمع 1 زائد 3 بيساوي 4. إذن 10 زائد 30 يساوي 40. إذن 310 زائد 30 بيساوي 340. إذا إجابتك 340 فأنت متمكن ورائع. نذهب إلى المثال الثاني. 772 تقرب إلى 800، و 593 تقرب إلى 600. إذن بالطرح 800 ناقص 600، بالحقائق 8 ناقص 6 يساوي 2، و 800 ناقص 600 يساوي 200. إذن الإجابة هنا 200. فلننتقل عزيزي الطالب للتدريب الثاني، ولديك دقيقتان لإيجاد الحل. هنا اختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. تفضل. إذن عزيزي الطالب، هل استخدمت التقدير في إيجاد الإجابة الصحيحة لهذا السؤال؟ فلنرى هل نستفيد من التقدير أم لا. بكم يزيد طول الشجرة بالسنتيمتر عن طول الرجل؟ طول الشجرة هنا 340 سنتيمترا، طول الرجل 175 سنتيمترا. فما هو الخيار المناسب عندما نقرب 340 إلى أقرب 10؟ ستصبح 340، لا تتغير. 175 لأقرب 10 ستصبح 180. إذن كم يزيد؟ فإذن العملية طرح. فعند التقريب والطرح 340 ناقص 180 يصبح 160. أقرب إجابة هنا هي 165. أقرب إجابة إلى 160 هي 165. نذهب إلى المثال الآخر. أي الأعداد التالية يكون ناتج طرحه من 900 أكبر من 300؟ ناتج طرحه من 900
أكبر من 300. فعند تقريب هذه الأعداد 900 ناقص 700 200. هل 200 أكبر من 300؟ لا. فإذن أستبعد هذه الإجابة. 687 أقرب للسبعمائة. 900 ناقص 700 أيضا 200. فإذن الإجابة أيضا أقل من 300. إذن أستبعد الإجابة. هنا 529 بالتقريب ستصبح 500. 500، هل 900 ناقص 500؟ 400. هل 400 أكبر من 300؟ نعم. فإذن الإجابة الصحيحة هي 529. هنا زميلتنا فكرت في تقدير الناتج فاختارت الإجابة الصحيحة بسهولة. هل قمت بالتفكير مثلها؟ هل استخدمت التقدير في إيجاد الإجابة الصحيحة؟ إن كنت استخدمت التقدير فأنت رائع عزيز الطالب. لمزيد من التدريب ارجع لكتاب الطالب صفحة 41 و42 لحل التمارين 1 و2 و4 و13 و17 و19. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس، وشكرا لإصغائكم.